خلينا نجرب. يعني عم تسمعوا منيح؟ إذا يعني بتسمعوا منيح يعني اعملوا هيك بدي أشوف. أوكي تمام. أوكي غدير تمام تمام أوكي. شايفين؟ مش شايفين؟ شايفين أوكي. بس عندكم بالعربي كمان او اي في صا او اي هي نفس الصوت زي عربي. اول شيء خلينا نشوف كيف شكل كيف نكتب من فوق لتحت من وسط من هون من شمال الى يمين هيك هيك. انت كمان اكتبوا وراي هيك هيك. كيف صوت صوت بيكون من توم الا برا بيطلع صح زي عربي مش صعب عليكم. خلينا نكتب كمان مرة مع بعض هيك هيك هاي مو صعب عشان في كمان عربي عشان هيك مش صعب. في عربي بالعربي في او صح او خلينا ناخذ او هذا او هذا او او كيف نكتب شوفوا هيك من شمال الى يمين من فوق لتحت هذا شو صوت شو صوت او او هذا او 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 بيكون شوف تمي او يعني صوت بيكون يعني كتير تقيل صح؟ شكل تقيل بيطلع اوه اوكي؟ زي صوت زي الشكل من فوق لتحت صح؟ هذا من جوا لبرا اوكي؟ من فوق لتحت برافو هاي مش صعب هاي مو صعب عليكم. كمان في عندكم حركة اي صح بالعربي اي كمان مش صعب مش صعب زي عصاية شايفين؟ شايفين؟ اي 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 تا او اي او اي حافظين صح؟ او اي نفس الصوت زي عربي او اي نفس الصوت هاي مفهوم صح؟ طيب بعدين او صعب عليكم يعني اكتريتهم يعني اللي طلابي اللي عندي اكتريتهم يعني هم حكوا اصعب يعني كمان صعب يعني او يعني هذا او صعب عليكم يعني طلابي حكوا هيك. اوكي ما صعب كيف اوكي معلش احكوا وراي او اوكي او 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 تا شوف شوف منيح تا او شوي يعني بالنسبة لكم ما بتقدر تميزوا
عشان او ما عندكم او. اوكي آ حركه آ كيف صوت بيكون؟ بيطلع من جوا ولا برا؟ آ صح. كيف او بالعكس؟ او من 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 برا بدخل صح. او 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 انتو بتعرف كلمه كوري؟ كلمه كوريا اوموني. اوموني يعني ام. اوموني 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 او امه كمان. ام او مش ام. ام 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 صح. ام هذا او زي صوت آ يعني من جوا ولا برا؟ او من برا. من برا لجوا هيك جوا صح. مشان هيك شكل زي صوت او. اوكي فاهمين؟ فاهمين. اذا فاهمين نعملوا هيك. اوكي تمام تمام. اوكي كمان اي او. وكمان خلينا اوكي في او كثير بيشبع الصوت هذا او. او كيف نكتب او؟ من فوق لتحت من شمال ليمين هيك هالشكل بالعكس بين الاو او شكل بالعكس صح. هذا او. او مثل ما حكينا بصوت تروح من تحت لتحت او. اوكي يعني بدخل لجوا. لا جوا صح يعني او شوي ثقيل يعني صح. او خفيف شوي. او 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 بالعرب بالانجليزي كيف؟ كيف نحكي؟ اوكي 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 نفس الشيء. او اوكي مش اوكي صح؟ مش اوكي. اوكي 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 او او بالعربي ما في فرق صح؟ كله بس او او بس بالكوري او او يعني مختلف مختلفين. او مثل ما حكيناه من من فوق لتحت او او صح؟ او بالعرب بالانجليزي اوكي او خفيف صح؟ اخف من الاو. اوكي او طيب او او صح. لازم تحفظوا يعني شكل وصوت آ. اوكي آ من من جوا لبرا. آ او او بالعكس او يدخل لجوا. او صح. اي مو صعب. اي اي زي عربي اي زي اسايه. اي اي رقم واحد. برافو عليك. مين مين حكى؟ اسراء. اسراء. اوكي اي تا او زي عربي او او او. اخو اخو او هو يعني اصغر منه صوت كمان خفيف صح؟ كيف كيف بيكون او صوت؟ اوكي او صح؟ او او من من ارض فوق. او 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 كيف بالعربي ممكن زي او ما شاء الله او مضبوط؟ او ما شاء الله مش او ما شاء الله صح؟ او ما شاء الله هذا او. في سؤال؟ أخذنا خمسة حركات. في سؤال؟ لا ما في.
ما في. فاهمين 100%؟ اوكي ركزوا معي. اوكي في اخذنا ا صح؟ ا الو اخ، الو اخ شو هو؟ نفس الشكل، نفس الشكل زيادة خط، شايفين؟ اه اوكي. تعرفوا هاي شو؟ تخيلوا كيف صوت؟ يا يا يا. هذا شو؟ ا يا 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 يا. اوكي هذا اخو، اخو ا، عشان هيك في زياده يا ا يا. زي بالعربي يا حموده، يا شو، يا حمزه، يا يا نفس الصوت. مين؟ يا 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 فلان، يا فلان، يا فلان، يا شو؟ مين؟ اوكي يعني انتوا معنا، معي صار؟ شو هي صوت؟ يا آيا، برافو آيا. اوكي في عندنا اسم آيا؟ ما في؟ عندنا طالبة آيا؟ ما في؟ ما بعرف. اوكي في آلاء، آلاء اوكي، مش آلاء، آيا. اوكي اوكي خلينا نكمل. اخذنا شو؟ هذا صوت او، او دير بالكم يعني مش ا، مش او، صحيح؟ او 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 صح؟ او الو كمان، الو اخ، الو اخت، مش اخ، ما عنده اخ، اخت. اوكي سا او اخت شو؟ يو، او يو زياده. اوكي خط زيادة. يو او يو آ يا او يو آ يا او يو. في سؤال حدا يعني؟ في حدا لسه ما مش فاهمين؟ ما فهموا هاي؟ يعني خلينا نتأكد، خلينا نتأكد مين كلهم يعني فاهمين؟ اوكي تمام تمام. بس هدول اصوات شوي صعب عليكم عشان ما في بالعربي، لكن انتو تقدر تميزوا صح؟ ا او يا يو، برافو. كمان شو اخذنا هاي؟ كيف صوت؟ او، مش او، مش او، او اوكي، او اوكي، او تا او. الو كمان اخ شو؟ يو يو او يو. لازم نشوف يعني تمي او او او، شايفين؟ او او بيختلف او 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 او. اوكي هذا او يو 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 يو. بالجملة أنيونغاسيو سمعتوا صح؟ يعني زي مرحبا بالكوري. أنيونغاسيو هذا يو، أنيونغاسيو، أنيونغاسيو هيك يو. نعم يو
يو يو اوكي يو مين حكيت مين حكى يو اوكي هذا شو او او صح او الو اخت ايش اسمها كيف صوت كيف صوت يو 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 يا بوسيه نشوف تعال او يو نفس الشكل نفس الشكل صح او يو يو او يو ما غيرنا صح او يو تا او يو او يو يو كيف اكتب كيف نكتب زي يو زي او بعدين كمان زياده خط جنبه هذا يو او يو او يو اوكي